أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الرئيسية. والبداية بعناوينها: تمديد إجراء تعليق الدراسة بالمؤسسات التربوية لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وحملة التلقيح متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن. ترسيخا لقيم التضامن والتآزر مع الدول الصديقة والشقيقة، هبة جزائرية بمليون جرعة من اللقاح إلى تونس، والدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية الجزائرية تصل مالي. ضمن جهود ترقية الاستثمار الفلاحي، دائرة السيج بمعسكر تحقق الجودة في إنتاج الزيتون. ومن المسيلة وفرة الإنتاج في حاجة إلى صناعة تحويلية مرافقة. نتابع أيضاً تربية الخيول بتيارت، فسحة بين الرياضة والتمسك بالموروث الشعبي الأصيل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وإلى تفاصيل النشرة. في المستهل وعملا بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والسلطة الصحية، قرر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اتخاذ تدابير وقائية يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 على مستوى قطاع التربية الوطنية، وتندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وبالنظر إلى الوضع الوبائي الذي لا يزال يتميز بالانتشار السريع للفيروس، فقد تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التربية الوطنية لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارا من يوم الأحد 30 من جانفي الجاري إلى غاية يوم السبت 5 من فبراير الداخل. كما تذكر الحكومة بهذه المناسبة بضرورة تكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني. وفي تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، سجلت اليوم 2130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة رحمهم الله، فيما تماثل 1152 مريضا للشفاء حسب بيان وزارة الصحة. هذا وأكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد لدى نزوله ضيفا اليوم على نشرة الواحدة، أكد على أهمية إقبال منتسبي القطاع على حملة التلقيح حماية للجميع. الكوادر التربية الوطنية أعطيناهم تعليمات للتحسيس وكذلك للإقبال على اللقاح وجعل غيرهم يقبل على هذا اللقاح. المفتشية العامة أسديت لها للتربية الوطنية، أسديت لها كذلك تعليمات لنشر كل المفتشين على مستوى المؤسسات لوجوب الإعلام والتحسيس، وكذلك جعل الجميع يقبل على هذا اللقاح لأنه هو الخلاص الوحيد. والحملة الرابعة لتلقيح مستخدمي التربية متواصلة عبر الوطن. العينة من مرسى بن مهيدي بتلمسان مع محمد سلمي. على الرغم من برودة الطقس وتساقط زخات المطر، إلا أن هذا لم يمنع ممتهن قطاع التربية إلى الإقبال على فضاء التلقيح بثانوية بوغوير ميمون بمرسى بن مهيدي الحدودية بتلمسان. أولا هو الحفاظ على أنفسنا وتحقيق المناعة الجماعية، لأن بهذا التلقيح لا سبيل غير التلقيح لتجنب وتفادي هذا الوباء. الشيء الذي دفعني إلى التلقيح هو خطورة بالوضع،
خاصة هذا الوباء المتشفي في صفوف المواطنين ومن بينهم قطاع التربية. النقطة هذه كمديرية الصحة ومؤسسة وفرت تقريبا 500 جرعة لمديرية التربية. على مستوى الفارماسي سنترال الصيدلية المركزية يوجد تقريبا أكثر من 20,000 جرعة. تندرج هذه العملية ضمن مساعي الدولة الرامية إلى مجابهة وباء كورونا. نحن اليوم متواجدون بثانوية الشهيد ميمون بقويرا بمرصب المهيدي، وهي منطقة حديدية والتي تعتبر كنقطة من باقي 59 نقطة تم تسطيرها وفق برنامج متوازن وهادف من أجل تلقيح منتسبي قطاع التربية، وهي الحملة الرابعة والتي تهدف بالضرورة إلى الحفاظ وسلامة الجميع. فضاءات التلقيح وفرت ومع على ممتهن قطاع التربية، إلا الإقبال عليها من أجل تحقيق مناعة جماعية وإنجاح الموسم الدراسي. وضمن المساعي لبلوغ المناعة الجماعية، حملة توعوية لساكنة المناطق النائية بولاية وهران. وليد مذكور. وتتواصل الجهود للتوعية بضرورة تلقي اللقاح تفاديا للإصابة بفيروس كورونا. مديرية النشاط الاجتماعي لوهران اختارت قرية بويقور كمنطقة ظل للتحسيس الجواري. رانا نقوم بعمليات تحسيسية حول الوقاية من فيروس كورونا وعملية التلقيح والتأكيد على عملية التلقيح، وهذه على مستوى مناطق الظل اللي متواجدة على مستوى بلدية 26 بلدية وهران. لازمنا هذا التلقيح، هذا التلقيح لو ما نديروش غادي نكونوا في واحد القبينة كبيرة. احنا ماذا بينا؟ لا الاولاد ولا الكبار ولا النساء ولا كل انسان. تحسس من اجل ارتداء الكمامات، من اجل لافاكسيناسيون، من اجل التباعد، من اجل التدابير الوقائيه. حمله تسهم في انجاحها مكونات المجتمع المدني التي اعتمدت على التقرب من الساكنه والتواصل المباشر. من اجل التوعيه والتوعيه حول اخطار هذا الوباء وتشجيع على التلقيح ان شاء الله باذن الله، باش نحفز سكان بويقور على ارتداء الكمامه والتلقيح، سيغتو التلقيح. قمنا بتوزيع الكمامات وزياره المحلات والمناطق النقاط الاساسيه. العمل التوعوي مستمر، والهدف الرئيس بلوغ معدلات مقبولة للتلقيح الذي أصبح الملاذ الآمن لكسر سلسلة العدوى لوباء أضحى لا يفرق ما بين الكبير والصغير. والروبورتاج من توقيع مختار مذكور. وحملات التحسيس والتوعية متواصلة أيضا بولاية قسنطينة. المزيد مع أمينة بعطوش. عدم الاكتراث بالصحة تجعل المواطن اليوم يتذرع بتفسيرات عدم التزامه بالبروتوكول الصحي بأسباب تتعارض وشروط الحماية العامة. عندنا زمان ما لبسناهاش، كنا نلبسوها كي دينا هذيك لا بيريود اللي ما لبسناهاش وليت ننساها، ديفون بس ديفون ما نلبسهاش. يقول لك الحذر مطلوب، نحطها كي نخش هكذا البيرو ولا حاجه نحطها. كي نعود بعيد برك شويه على الناس هكذا نحيها على جال ديرون، ممكن نعود نخرج بعدها هكذا جيست نحطها بعدها. الملفت اليوم ان الجهود متواصله لتحسيس المواطن وتوعيته، وهو ما تعمل على تجسيده ميدانيا جمعيه الولد الصالح بقسنطينه التي سجلت تجاوبا كبيرا من قبل المواطن بدفعه للمحافظة على صحته ولمن حوله. واللي للسلامة تاعكم ارتديوا الكمامة، راهو المرض ماشي حتى درك تولي تندم على والديك. ما نزيدش نهار ملقح ولا ماكش مدير التلقيح؟ نو مش مدايرو، لازم دير التلقيح، لازم درك عاد اوبليغاتوار عملية التلقيح راهي لازم فيها. نوعدوكم التلقيح والاجراءات لي بافات، نزيدو نهضروا للناس ثاني حتى نوعيوهم ثاني كما وعيتونا نوعيوهم في عملية توزيع الكمامات وعملية تعقيم الاسواق. نعتنا مصور المرضى من داخل في المشفى بلي هذه الحكاية راهي صح، تولهم من ارواحكم ولازمهم ضرورة التلقيح. تحقيق المناعة الجماعية مسؤولية الجميع اليوم، فبالوعي نواجه اي موجة من موجات هذا الفيروس. و
وفي إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي، وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم اليوم بالقاعدة الجوية بوفريك من ناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار قرطاج بتونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19. هدى الوبح. تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم اليوم بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه مطار قرطاج بتونس مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة. ما نحضر اليوم استلام مليون جرعة تلقيح ضد كوفيد من الجزائر، هدية ليست كالهدايا وهبة ليست كالهبات، فهو إيثار من الأخ لأخيه، من الشعب الجزائري إلى الشعب التونسي، من أخ لأخيه، من السيد الرئيس عبد المجيد تبون إلى السيد الرئيس قيس سعيد، اللي السيد الرئيس قيس سعيد اللي بلغني سعادة السفير تشكراته وتبليغ سلامنا الحار إلى السيد عبد المجيد تبون، السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وإلى الشعب الجزائري. حطت منذ قليل طائرة تتبع القوات الجوية الجزائرية محملة بكمية هامة من اللقاحات حوالي معناتها مليون جرعة، وهذه ما هيش المرة الأولى معناتها اللي وصلنا بنوع اللقاحات هذه. نذكروا في الأشهر الفارطة لما تونس مرت معناتها بال حالة معناتها حرجة نجم نقوله تاع الجائحة هذه، كيفاش الجزائر معناتها تقاسموا معنا الأكسجين، تقاسموا معنا اللقاحات، بعثوا لنا معناتها العديد من الطائرات والمستلزمات الطبية. تضامن يترجم عمق الروابط الأخوية الصادقة وعلاقات التآزر والإيثار القائمة بين البلدين. هذا الدعم هو في الحقيقة سلسلة متواصلة من التضامن بين البلدين اليوم، وإن شاء الله نواصل في هذه المسيرة المبنية على الأخوة، المبنية على الصداقة، المبنية على الصدق، المبنية على الإرادة المشتركة دائما للتحول بالعلاقات الثنائية إلى مرحلة تتحسن فيها دائما تطلبا تلبية تطلبات شعبينا. هذه العملية تؤكد مرة أخرى حرص الجزائر على تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين، وتزيد في ترسيخ قيم التعاون والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين. والبعد الإنساني في علاقات الجزائر مع الدول الصديقة وحرصها الدائم على تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين المالي والجزائري تؤكده عملية نقل المساعدات الإنسانية الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية لفائدة الشعب المالي الشقيق، حيث تم اليوم بالقاعدة الجوية بوفريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل الدفعة الرابعة من هذه المساعدات والمتمثلة في 29 طنا من المواد الغذائية المختلفة على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية في اتجاه مطار باماكو بمالي. للإشارة يقدر الوزن الإجمالي للمساعدات التي تم نقلها على 4 رحلات جوية ب108 أطنان من المواد الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى 400,000 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19. إلى الاستثمار الفلاحي الآن، حيث حققت دائرة السيك بولاية معسكر قفزة نوعية في إنتاج أجود أنواع الزيتون بفضل مختلف آليات الدعم، فيما يبقى مشكل نقص مياه الري العائق الأكبر. عمارية نهاري.
خصوبة الأرض بولاية معسكر أهلها لأن تكون رائدة في مجال الفلاحة، خاصة بدائرة سيق حيث تشتهر بزراعة ثمرة الزيتون وإنتاجها المميز داخل وخارج الوطن والمعروف بعلامة سيغواز. سيق مشهورة بلا سيغواز، يعني لا سيغواز هنا تخرج جودة عالية كاليتي وكونتيتي، وخاصة بكل ما كاين. لذا جاءنا لحفر الآبارات. عندنا 14500 هكتار، هذه دخلت في الإنتاج بمعدل 50 قنطار في الهكتار. هذا المنتوج هذا اللي هذا الموسم، يعني 21-22. فيما يخص توسيع المساحة حاليا رانا عندنا برنامج رانا نمولوا، هو عندنا 67000 شتلة مديناها، من بينها 30000 هذه مخصصة غير للزيتون. أكثر من 14000 هكتار مخصصة لزراعة الزيتون، ورغم كل هذه التدابير يبقى الفلاح يشتكي نقص المياه. كي تزكي هذا دروك تخرجي واحد لاتيج في فري مارس تخرجيك لاتيج، دروك هي كيما تزكيها دروك ما تخرج لاتيج، ما كاينش الإنتاج. كيجي الوقت تاع الدواء نديروا لها الدواء، وكيجي وقت تاع الزق ونزقوها، وكيما الزيتون يسحق الماء وموس خطرات في العام. الزيتون بحد ذاته راه يجي قليل، علاه نولوا للشجره للمنتج تاع الزيتون، هو راه لا برودكسيون تاع الانتاج تاعها راه ناقص بسبب السقي. تسهيلات في منح رخص حفر الآبار وتدعيم الفلاح عامل هام لتطوير المنتوج الفلاحي. فلاحيا دائما، ورخص حفر الآبار وربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية مطالب فلاحي ولاية المسيلة التي أضحت تحتل المرتبة 13 وطنيا في إنتاج الخضروات، ما يؤهلها لتطوير الصناعة التحويلية. محمد ياسين نقاش في المتابعة. وفرة كبيرة في إنتاج عديد أنواع الخضر والفواكه تعرفها المناطق الجنوبية لولاية مسيلة. مساحتها تقدر بحوالي 20 هكتار، هذه المزرعة جزء منها حوالي 5 هكتارات مخصصة لإنتاج الخضر الموسمية، وجزء الآخر منها مخصص لإنتاج الأشجار المثمرة. عندي 25 هكتار ولا 26 هكتار، فيها بيوت بلاستيكية، فيها القمح، فيها الشعير، فيها الخرطار، فيها الصفصفة، الأنواع الخضر اللي عندي، عندي الفلفل الحلو، فلفل الحار، عندي الديسير. لكن عديد العراقيل تقف حاجزا في تطوير إنتاج هؤلاء الفلاحين. الإنتاج تاع الثوم، مادة الثوم ومادة المشماش ومادة الفلفل، إنتاج بكثرة في وقتهم، والفلاحين هنا راهم يطالبوا بإنتاج وحدات الصناعات التحويلية اللي تساعدهم أنه المنتوج التاحم هذا مهما كانت كثرة نتاعه ما يضيعش. أول حاجة نعانوا من تريسيتي، ثاني حاجة نعانوا من مرخص، نطلبوا من السلطات يعاونونا ويعطوا يدعمونا بالحفر الآبار. السلطات المحلية للولاية تعمل على حل كل إشكاليات التي يعاني منها الفلاح. سجلنا يعني برنامج واعد ومهم جدا في إطار ربط المستثمرات الفلاحية وأيضا المحيطات الامتياز الفلاحي بالكهرباء الفلاحية. يعني نعطيكم الرقم، رانا في 3000 رخصة حفر يعني تم تسليمها إلى أصحابها، يعني هذا بالإضافة إلى آليات الدعم في إطار الري الفلاحي، الآليات المختلفة للاستثمار المنتج أنه يكونوا وحدات أخرى دعم الوحدة اللي راهي المتواجدة عبر الولاية لكي يعني نسهلوا على الفلاحين. رفع العراقيل على الفلاح هو أحد أهم العوامل لمضاعفة الإنتاج الوطني من المحاصيل الزراعية. أما ولاية ورقلة فقد استطاعت عبر تطوير طرق الري المحوري بحسي بن عبد الله من ترشيد الموارد المائية الجوفية وزيادة الإنتاج الزراعي، تقول هاجر بن كران. الري بالأمطار الاصطناعية نظام حديث تم تجسيده على عدة محاصيل زراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية والصناعية، كتجربة جديدة بمزرعة البرهنة وإنتاج البذور بحاسي بن عبد الله التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.
في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وما بين شركة أور ريسورس في تسييد هذه التجربة. الهدف تاعنا قبل كل شيء من التجربة هذه والعلاوه رحنا للتجربة هذه هو دائما البحث عن حلول مثالية من أجل اقتصاد المياه. حصلت العمل هذا راه منذ 5 أو 6 أشهر تم زراعة محاصيل استراتيجية وفقا لمتطلبات الدولة، خاصة حديثا على أساس أن تعميم الفلاحات الاستراتيجية في مقدمتهم الذرة، القمح، الصوجة، كذلك السلجم الزيتي. ومن مميزات الري بالأمطار الاصطناعية اقتصاد المياه بالدرجة الأولى، إضافة إلى توفير الطاقة التي تحتاجها المحاصيل الزراعية وبأقل تكلفة مقارنة بالسقي المحوري. أهم ميزة لنظام الري هو الهوموجينيتي، يعني لا ريبارتيسيون دو، التوزيع في الماء أثناء السقي يكون أموجين متجانس، يعني نفس الكمية اللي تلقاها في النقطة ألف هي نفس الكمية اللي تلقاها على بعد مسافة ممكن 1 كيلومتر، نفس الكمية يعطيها الرشاش. التقنية ما تطلبش كفاءة كبيرة عند الفلاحين، يقدر يستعمل هذه الطريقة تاع الرش بدون جهد كبير علمي أو غيره. ولتعريف الفلاحين والمستثمرين بالمنطقة بالتقنية الحديثة تم تنظيم يوم دراسي قدم خلاله المشاركون أهم الملاحظات الميدانية الأولية حول تأثير الري بالأمطار الاصطناعية ودورها في حماية الموارد المائية في المناطق الصحراوية. هذا وتتابعون مباشرة بعد نشرة الثامنة عددا جديدا من برنامج مع وسيط الجمهورية الذي يستضيف كلا من وسيط الجمهورية إبراهيم مراد ووزير الصناعة أحمد زغدار. البرنامج الذي يأتيكم على القناة الإخبارية والقناة الأولى يناقش استراتيجية الإنعاش الصناعي ويقف عند النتائج المحققة في الميدان ضمن مسار رفع العراقيل الإدارية عن المشاريع والاستثمار المنتجة. في موضوع آخر وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فصيلة الأبحاث بدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مع تورط 4 وكالات سياحية تنشط عبر إقليم ولايتي الجزائر وبومرداس مختصة في تهريب الأشخاص والنصب والاحتيال. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فصيلة الأبحاث الدرك الوطني بالجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مع تورط 4 وكالات سياحية تنشط عبر إقليم ولايتي الجزائر وبومرداس. الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية بالاعتماد على ملفات مزورة وبالتواطع مع أشخاص ينشطون داخل وخارج الوطن، وهذا مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما تعرض بعض الضحايا الشبكة للنصب والاحتيال، حيث يعتمد أفرادها على استخدام آليات غير معتمدة بطاقات الدفع عن طريق الأنترنت والعملات افتراضية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج هروبا من الرقابة المفروضة وعدم ترك آثار لتعاملاتهم المالية المشبوهة. العملية أسفرت على حجز عدد كبير من جوازات السفر، رخص سياقة دولية، بطاقات الدفع إلكترونية، أجهزة إعلام آلي تستخدم في تزوير مختلف الوثائق والأختام، هواتف نقالة مثبت عليها تطبيقات تستخدم في تحويل العملة من وإلى الخارج، كما تم حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية وكذا العملة الصعبة. بعد استكمال الإجراءات القانونية سوف يتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. دوليا الآن وفي الشأن الصحراوي، حمل الرئيس الصحراوي دولة الاحتلال المغربي مسؤولية التطورات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة جراء سياساتها التوسعية العدوانية، وطالب غالي في كلمة له خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء أمس مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتها من خلال التسريع بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. هذا ودعت أمس المنظمات الأعضاء في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، دعت المغرب إلى التخلي عن سياساته الاستعمارية وتطبيق القانون الدولي. إلى ذلك، أكدت مصادر إعلامية إسبانية أن الحرس المدني الإسباني قد تمكن من تفكيك
منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، وذلك خلال عملية كشف فيها عن مسار جديد لإدخال المخدرات من المغرب إلى إسبانيا. ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة، حيث أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تعيين جهيد زفزاف مناجيرا عاما جديدا للمنتخب الوطني لكرة القدم. وبالرياضة دائما نختم نشرتنا أقول من ولاية تيارة التي تشتهر بجيادها العربية، حيث يسهر مركز الأمير عبد القادر للفروسية على الحفاظ على هذه الرياضة من جهة والتمسك بالموروث الشعبي الأصيل. يوسف طفر. تيارة أرض الفروسية الفخورة بالعاديات، عادت فيها الحياة إلى نادي الفروسية بعد سنوات من الإهمال، واستطاعت مديرية الشباب والرياضة للولاية استرجاع هذا الكنز الثمين الذي ترعرعت فيه أجيال وأجيال. احتمي الخليج جزوره وراها عندها مستوى يعني جيد بالنسبة لنوعية الخيول وكذلك إلى آخره. يعني أنا بستسنين جيت كول نشوف كما هكا يان استعمليها يان دخلت. نتمنى إن شاء الله هذا المركز وضع تحت تصرف مديرية شباب ورياضة تعود تولي القيمة تاعو وتعود تولي الهدف الذي أنشئ من أجله، اللي هو تكوين جيل رياضي وشباب نقول لك ينافسوا في المنافسات الدولية والمنافسات الوطنية، وهذا ما هو إلا إضافة للمركز تربية الخيول شوشاوة. بعودة هذا النادي إلى النشاط مجدداً، يعود الحصان البربري الجزائري إلى الزهو، سيد الخيول كما يسمى، لطالما اقترن ببطولات ومقاومات الجزائريين عبر الزمن. نبلي وأصالة الحصان البربري نختم نشرتنا، وبقي التذكير بأبرز العناوين. تمديد إجراء تعليق الدراسة بالمؤسسات التربوية لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارا من يوم الأحد المقبل. وحملة التلقيح متواصلة بمختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن. وترسيخا لقيم التضامن والتآزر مع الدول الصديقة والشقيقة، هبة جزائرية ببليون جرعة من اللقاح إلى تونس، والدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية الجزائرية تصل إلى مالي. تابعنا في نشرتنا، وضمن جهود ترقية الاستثمار الفلاحي دائرة سيج بمعسكر تحقق الجودة في إنتاج الزيتون. ومن المسيلة وفرة الإنتاج في حاجة إلى صناعة تحويلية مرافقة. تابعتم أيضا تربية الخيول بتيارت، فسح بين الرياضة والتمسك بالموروث الشعبي الأصيل. ختاما نشكر لكم دائما كرمه وطيب المتابعه. شكرا لكم على طيب المتابعه. سلام الله عليكم.